هلا فقرتنا سمر اكيد بتهمها كتار من الشباب، واكيد عم نحكي عن العمل الحر الذي اصبح رائجا لكون العمل كمستقل فريلانسر الذي يعطي الكثير من المميزات، اهمها الحريه في اختيار مجال العمل والعملاء وتحديد السعر والوقت بعكس الوظائف التقليديه. اكيد يا فرح، معنا لنعرف اكثر، معنا اكيد منار. منار لنعرف اكثر عن هذا الموضوع. كيفك؟ يسعد صباحك منار، واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير سما، صباح الخير فرح. صباح الخير منار، يعني دائما بنحب تكوني ضيفتنا لحتى نعرف كل شيء جديد، او اذا في قصص ممكن احنا ما كثير بنعرفها تعرفينا عليها اكثر. اليوم عم نحكي عن منظومات العمل الحر او منصات العمل الحر، عرفينا بالبدايه اكثر عنها وكيف نشأت، شو الحاجه لها؟ هلا الفكرة الأساسية إجت من منصة العمل الحر، من فكرة الفريلانسر، هو العمل من العمل الصحفي، كانوا الإعلاميين والصحفيين وبعضهم بيجيبوا أخبار وبيبيعوها لوكالات الأنباء بشكل مستقل، يعني بدون ما يكونوا ملتزمين معهم بعمل. فمن هون إجت الفكرة وتطورت لتشمل كل قطاعات الحياة والعمل. صاحب المشروع بيقدم فكرة مشروع وبيتلقى عروض من الفريلانسرز. مين بينظم هالعملية بين هدول الشخصين؟ هي منصات العمل الحر، الفريلانسينج ويب سايتس. بالتالي هي المنصات بتعتمد على ثلاث ركائز أساسية، اللي هن الايجنت صاحب المشروع، الفريلانسر هو الشخص اللي بدي يقدم الخدمة، ولا موقع اللي هو فريلانسينج ويب سايت اللي بينظم هالعملية بين هدول الشخصين. منار، خلينا نحكي عن آلية موقع العمل الحر، كيف بيتم العمل وكيف الشخص مثلا بيتواصل مع الشخص الثاني، كيف بيتواصلوا مع بعض، والعميل كيف بيختار هذا الشخص ليقدروا يتواصلوا مع بعض ويقوم بالشغل؟ تمام سمار. هلا بالبداية صاحب المشروع بيفوت على الموقع اللي بيقدم له هي الخدمة، في عنا مواقع كتير نحن على مستوى الوطن العربي، بيفوت بيشحن بالبداية رصيد مالي معه، بعدين بيحدد المشروع اللي هو بده اياه ضمن اي كاتيجوري، ضمن اي فئه هو بده يشتغله، يعني هو مشروع لنقول مثلا برمجي اللي عم يطلبه، هو مشروع لا اداري، هو مشروع له علاقه بالتخطيط، له علاقه بالرسومات، له علاقه بالديزاينز، فبيحدد الكاتيجوري تبعه. تمام. بعدين بيحدد ميزانيه لهي المشروع، وبيحدد وقت زمن انتهاء لهذا المشروع، انا بدي هذا المشروع ضمن هي الفتره الزمنيه يتنفذ بهذا البادجت. والموقع بلس بيقدم انه هو فتره عرض محدده لهذا الموقع، لهذا المشروع، انت ما فيك تعرضه الى اللانهايه، فيا اما يغلق المشروع من قبل صاحب المشروع او يغلق من قبل الموقع لانه تجاوز الفتره المحدده له للعرض. نعم. خلينا نحكي يا منار، قد ايه في فرق اذا كان على مستوى السلبيات او الايجابيات حتى بين الوظيفه المعتاده الروتينيه اللي كلياتنا بنفيق الصباح نروح ننزل على الشغل، اما هون لا، في منصه عمل حر، يعني من اسمها انه هي في حريه. اوكي فرح، هلا رح احكي بشقين. هلا الشغل البزنس عم يتجه لانه الانسان ما صرت يروح على الشركه او المؤسسه العمل اللي هو بيشتغل فيها لحتى يقدم الخدمه، ممكن يشتغل من بيته. هيدي فكره كثير مهمه بوجود الانترنت، تطور والسرعات الكبيره اللي صارت للانترنت. فكره ثانيه انه الشخص يلي ما عنده شغل ثابت يروح عليه، ما عنده مؤسسة أو شركة هو منتمي لها، فهي فرصة له إنه هو يشتغل من بيته، أو حتى شخص عنده شغل ثابت بس حابب إنه يجيب مردود مادي تاني وما بيقدر يلتزم بشغل تاني بسبب ساعات العمل الكبيرة، فهو ممكن يلجأ لهي منصات العمل الحر لحتى ياخذ شغل ويقدمه من بيته. وتواجد الانتشار المواقع باللغة العربية فاد كتير الشباب العربي، لأنه المواقع الموجودة باللغة الإنجليزية في عليها هجوم كتير كبير من الهنود. الهنود هني شاطرين بهدول القصص كتير، فحدوا كتير من شغلهم وكسر الأسعار يلي هني بيعملوها. نحنا كنا بنعرف إنه الهنود بيشتغلوا بأسعار كتير رخيصة. زهيدة. تمام. وفرصة العمل للشباب العربي اللي مثلا ما بيقدر يسافر، عنده مشكلة فيزا أو سفر أو تكاليف سفر أو شيء، بيقدر يشتغل من بيته لصالح دولة عربية تانية. نعم. وبيتلقى الأجر طبعا على هذا العمل. أكيد بالسنوات الأخيرة كل يعني أغلب الشباب اتجهوا للعمل بالموقع الحر. خلينا نحكي عن الميزة بهذا العمل، وخلينا نحكي كمان عن ميزة العمل الحر كمان بالبيت مثل ما قلنا أنه هيك. تماما. هلا نحن حكينا انه صاحب الشغل او صاحب المشروع الايجنت هو حط مشروعه على الموقع عرضه، فهو تمام. بلش يتلقى عروض من الفريلانسرز الموجودين على الموقع.
هلا كل حدا بيقدم العرض تبعه حسب هالمشروع شو بيتفق مع كفاءاته. يعني انا حابب اشتغل شيء له علاقه بالترجمه، فبتجه للمشاريع اللي لها علاقه بالترجمه وبطلع عليها، بقدم العرض تبعي كفتره زمنيه انا بقدر نفذ فيه، شو اللغات اللي انا شاطر فيها كصياغتي للغه للترجمه سريع فيها او لا. بعدين صاحب المشروع بيطلع على هدول العروض اللي مقدمه من هدول الفريلانسرز، بيختار حدا. بس هو كيف بده يختار هالحدا؟ ما هو في عنده عروضات كثير كبيره مقدمه لإله، راح عنده ميزه انه يفوت على بروفايل الفريلانسر او الشخص اللي عامل اكونت على هذا الموقع ويطلع في عنده سيكشن كثير مهم بالبروفايل الشخص هو اعمالي. هاي الاعمال بيحط فيها الشخص الشغل اللي هو شغله خارج الموقع، سي في خلينا نقول، اوكي سي في، معلومات عنه او الاعمال اللي قايم فيها خارج الموقع او ضمن الموقع. هي مفيده كثير للاشخاص اللي بيشتغلوا ويب ديزاينرز او بيشتغلوا جرافيك ديزاينرز، يعني بيشتغلوا مثلا فواصل اعلانيه او مشتغلين مواقع او عاملين رسومات مخططات مثلا لنقول لبناء او شيء، كثير مفيده لانه هيك الايجنت بيجي بيطلع بيشوف انه هو شاغل بهذا المجال شاطر فيه عنده كفاءه. هلا بعد هيدي المرحله لنقول هو وقع اختياره على اكونت معين على فريلانسر معين، بيصير بقى تفاوض مباشر نيغوشيشن بين بعض عن طريق الرسائل اللي بتقدمها خدمة هاي الموقع، فبيتواصلوا مع بعض. ساعات بفترة التواصل المشروع بيصير على الموقع ضمن فترة للاطلاع بس، ممنوع أي شخص جديد يقدم عرض لأنه هو صاحب المشروع خلص اعتمد على شخص. بيصير في تفاوض مع بعض وممكن الفريلانسر يطلب معلومات اكثر من صاحب المشروع، انه اعطيني داتا اكثر، اعطيني شو بدك اكثر، بيحكوا تفاصيل اكثر. ممكن الايجنت يطلب من الفريلانسر نسخه اوليه للشغل، هيدي النسخه ممكن تخضع لتعديلات كثير، فبصير هيدي التفاوض مع بعض لحتى يوصلوا لافضل صيغه للمشروع تبعهم. بس اتفقوا اثنيناتهم مع بعض خلص بصير صاحب المشروع بيحط المشروع قيد الاتمام، يعني انتهى المشروع. اذا بدنا نحكي كنظره كليه منار، عم بنشوف انه يمكن حقوق صاحب المشروع او صاحب العمل بغض النظر باي مجال كان فهي يمكن محفوظه اكثر من الفريلانسر. كيف الفريلانسر بيقدر يحفظ حقوقه من خلال هي العمليه انه ما يصير في اي عمليه احتيال في حال انتهى المشروع وهو قدم فعلا كل شيء مطلوب منه؟ فرح، هذا سؤال كثير مهم وكثير بينسال. هلا باي بزنس بالحياه عندنا هي الخطوره موجوده، سواء كان عن طريق الانترنت او حتى الشغل العادي. كلنا الاشخاص معرضين لانه ما يحصلوا على اجرهم او يتعرضوا لحاله احتيال او نصب. هلا الفكره من هيدا الموقع انه هذا الموقع خلق لحتى هو يقدم خدمه عمل ويربط بين هدول الاشخاص، فهو من مصلحته انه لا العمل يصير بشكل صحيح وكل حدا ياخذ اجره. هلا صاحب المشروع مثل ما حكيتي عم يضمن حقه لانه هو شحن الرصيد تبعه. هلا بمجرد ما تمت عمليه النيغوشيشن بين بعض ووصلوا لتنفيذ المشروع، تلقائيا بس هو ضغط على انه المشروع تم تنفيذه، ونحن حكينا قبل انه حتى لو صاحب المشروع ما كبس انه المشروع تم تنفيذه هو له فتره عرض محدده، فتلقائيا بينتقل الرصيد او الاجر للفريلانسر من الرصيد المشحون من البادجت تبعيت المشروع، تلقائيا بتروح لحساب اليوزر او المشتركات على الموقع. تمام منار، خلينا نحكي عن الشريحة المستهدفة من موقع العمل الحر، وبالإضافة أنه مثلا نعرف هو ما بيعتمد على شهادات، بيعتمد هو على مهارة، في أعمار صغيرة عم يشتركوا وعم يشتغلوا بهذا الموقع ولا لا؟ مزبوط، هو لشريحة الشباب أكثر لأنه الأشخاص اللي صار لهم خبرة طويلة بالعمل نوعا ما هن ثابتين بأعمالهم بشركاتهم. هلا هي موجهه للاشخاص يلي لنقول مثلا طلاب بعدهم عم يدرسوا بس عندهم مهارات العمل بالسوق، او للاشخاص المتخرجين جديد، او للاشخاص يلي عندهم عمل ولكن هن حابين يزيدوا مردودهم المادي. وهي سهل كتير، يعني انت ببيتك او بتقدر تقدم خدمه عمل، بجوز تاخذ منك وقت قصير وبالنهايه عم تاخذ مردود مادي لك منيح يعني. تمام. فهي اكثر شيء لفئه الشباب، يعني وفئه الشباب العربي اللي كلنا عم في كثير بلدان بالوطن العربي عم تعاني من البطاله طبعا،
فهلا قدمت لك خطوه منيحه لانك انت تحصل على فرصه عمل لبين ما تلاقي شغل ثابت بشركه. وفرت عليه كمان منار كثير من تفاصيل العمل، ان كان من مواصلات، ان كان من وقت طويل بالوصول للعمل والرجعه له، من التغيب، حتى في كثير من السيدات منار انهم فعلا عندهم يمكن شهادات عاليه، عندهم خبرات رائعه، لكن انضباطهم شوي بوضع الاسر يعني حتم عليهم انه ما يقدروا يطلعوا على مواقع العمل، فيمكن هذا الشيء كمان بفيدهم. صحيح فرح، في كثير اشخاص من اللي درسوا وحصلوا على شهادات بس في منهم ما بيحبوا ان يلتزموا بشغل، انه انا بدي اروح على شركه او مؤسسه يشتغل 7 ساعات، او مثلا مرأة متزوجه عندها اولاد وهيك ما بتقدر تلتزم بساعات طويله بالعمل، فشو الحل؟ انه هي ما تقعد بلا شغل وما تضيع شهاداتها ودراستها هيك على الفاضي، انه تلجأ لهيك لهيدي المواقع، هي بتقدر تاخذ فرصه عمل فيها وبتحصل على مردود مادي، وهو يعني السنين اللي بتمرق على الشخص بالعمل كمان بتعطيه خبرة. أكيد. يعني كمان هو عم يقدم عرضه وعم بيطلع على العروض المقدمة من الآخرين، على خبراتهم، على الكفاءات اللي عندهم إياها، كمان بتصير تحفيز لإله لهو يشتغل على حاله أكثر ويتطور بهذا المجال. منار، بدنا نصيحة أخيرة لكل حدا حابب يشتغل بموقع العمل الحر. أهم شيء أنه ما تخافوا من فكرة انه انا بدي فوت على موقع موجود فيه الاف الاشخاص قبلي ما رح اقدر على احصل على فرصة عمل. كل حدا فات على الموقع فكر نفس التفكير، انت قدم، فوت، اعمل بروفايل لك، قدم خبرتك، بجوز الخبرة اللي عندك اياها غيرك ما عنده اياها، بجوز الطريقة اللي انت بتشتغل فيها، الكفاءة، الخبرة اللي عندك اياها غيرك ما عنده اياها، فما تخاف من هذا المجال، انت اعمل الخطوة الاولى فيرست ستيب، قدم شغلك وإلا ما تجيك الفرصة لحتى تحصل على العمل. أكيد منار، بدنا نقول لك شكرا كثير، يعني بنتمنى كل الشباب يلاقوا فرص عمل تكون كثير مميزة، واللي عنده فرصة عمل يحسن وضعه أكثر وأكثر، ولكل مجتهد نصيب. أكيد منار، شكرا لك. شكرا لك فرح، شكرا سمر. شكرا لك منار، شكرا على كل معلومة قلتي لنا إياها وعلى تشجيعك للشباب كمان من عند الصبح فرح، تشجيع للشباب إنه بلشوا بخطوة، وكل عمل وكل نجاح دائما ببلش بخطوة، بيكون صعب بأوله بس بعدين بصير. مزبوط مزبوط، يسعد صباحك وأكيد نورتي صباحنا.